السلام عليكم، كنشكركم على هذه الالتفاته وعلى هذا الحوار ان شاء الله اللي غيخص الرياضه بليد اس في خاصه والصعيد الوطني عامه. فمعكم البطل الشبالي عمر. بديت رياضه ليزار مارسيو في لاجيا 16 سنه ومارس رياضه الملاكمه، كنت من الابطال الاوليين على صعيد المغرب في رياضه الكيك بوكسينغ. مارسنا شاركنا من اول بطوله غتقام في الكيك بوكسينغ في 1991 و92 93 94 بدينا البطولات النصف احترافيه والاحترافيه. 95 هاجرت للديار جنوب افريقيا، تما مارست رياضه الملاكمه الاحترافيه عامين، من بعد انتقلت لامريكا، تما حصل لي الشرف باش نلعب المويطاي احتراف، كيك بوكسينغ احتراف، ملاكمه احترافيه الى غايه سنه 2000. في 2000 بديت المباريات الاحترافيه ديال رياضه ام ام اي، وكنت تقريبا من المغاربه الاولين اللي كيمارسوا هذه الرياضه وكيعرفوها. فالحمد لله نشكرو، كانت النتائج دائما مزيانه، اكتسبنا واحد التجربه كبيره، تعلمنا. حنا دابا سنوات انا في مدينه اسفي، جيت كنمارس هذه الرياضه، حاولت نخدم مما امكن انني يعني نفيد الشباب ديال مدينه اسفي بالتجربه ديالي. الحمد لله نشكرو، كيف ما كتشوفوا عندنا تقريبا في لاصال اكثر من 20 بطل المغرب، كلهم من الصناعه ديالنا والاغلبيه في رياضه الملاكمه. فاحنا كنتمناو ان المغرب يقدر ينافس اوروبا والدول الغربيه في المجال الاحترافي، لان الشباب دابا كنلاحظوا بان بزاف كيبداو كيمارسوا رياضه الملاكمه او ليزار مارسيو، كدوز واحد المده بسيطه وكيقطعوا. علاش كيقطعوا؟ علاش كيقطع؟ لانه ما كاينش واحد الامال قدامه، ما كاينش واحد الحلم اللي غيقدر يخدم عليه. فاحنا دابا الجهد اللي كنبذلوا دابا ان نحاول نوفروا للشباب ذاك الحلم اللي غادي يخليه يمارس هذه الرياضه يوميا ويحاول يشوف فيها واحد المستقبل، يعني يدخل منها فلوس، يعيش منها ويدير كل شيء. فانا كنت مبلي بكره القدم في الاول، وكتهز عليا الرياضات الجماعيه، لكن كنت كنشوف بان كاين واحد التحيز ديال المدربين، وهنا قررت بان هذه الرياضات الجماعيه ما غتخدمش ليا. وكنعرف بان بزاف الشباب في المجتمع المغربي كيعانوا من نفس المساله، هنا قررت باش نمشي للرياضات الفرديه. ومنين بديت الرياضات الفرديه لقيت فيها واحد الراحه ديالي مزيان وعجباتني مزيان. انا دابا تقريبا واحد 33 سنه ولا 32 عام وانا كنمارس هذه الرياضه، كنمارسها تقريبا يوميا، كنلقى فيها الراحه الكامله ديالي، كنلقى فيها السعاده ديالي، والحمد لله ونشكره غاديين. وباقي الاحلام ديالنا ما عمرها ما غتحد حتى غنوصلوا للاحلام ديالنا. شنو هي الشروط للولوج للرياضه؟ نعم؟ الشروط للولوج للرياضه؟ فبالنسبه لي انا كنت محظوظ، المره الاولى كنت بديت بالكيك بوكسينغ، من بعد اكتشفت بان عندنا واحد النقص في الملاكمه، مشيت بديت كنمارس الملاكمه، اكتملت من الكيك بوكسينغ، طلعت المستوى ديال الملاكمه. منين كنت في امريكا لقيت ناس كيديروا هذه الرياضه ديال الام ام اي، حبيتها لان كتزاد لها رياضه الجرابلينغ في الارض، رياضه الجيجيتسو، تقدر تستعمل فيها الجودو. يعني هذه الرياضه ماشي رياضه اللي هي سهله، اللي غنقدر نقول لك في عام او في عامين غتولي بطل، لكن الا صبرتي وحبيتيها غتعطي، وهي كتبغي الانسان يكون متكامل، لان فيها بزاف ديال التقنيات وفيها بزاف ديال المجهودات، والا حبيتيها وصلتي ان شاء الله غتوصل. هاد السيد انا بدا اصلا ما كنعرفوش. ثاني حاجه انا جاني بحال شي واحد ما شرفش الفاني، طلعت لي السخانه وبغى يطلقها غير باش يدير البوست في اليوتيوب. ف يعني عيب تنهضروا على شي واحد بحال هكا، عيب، وخاصه الابطال المحترفين اللي كيفهموا كيعرفوا راه غيفهموني شنو كنعاني. عيب باش نهضروا على هاد السيد وندخلوا اولا كنعطوا فرصه كاع باش نقارنوا مع شي واحد بحال ريكو. وهو باغي يدير البوز، زعما ما عمرو يحلم انه يطلع، ان عطوه كاع فرصه نقولوا غنطلعوه يلعب مع ريكو ونحطوه قدام الجمهور ديال 30 40 60 الف ديال الجمهور، ما يقدرش تيوقف، غير نحطوه في الرينك غيغيب. اذا هذا انا كيبان لي هذا شي حاجه تافهه وما بغيتش نهضر عليها. ما يعني ما يمكنش واحد تعرف الجمهور فاش من نوع رياضه؟ مثلا انا كنمارس دابا كنمارس رياضه الام ام اي اللي بديتها تقريبا 22 عام. انا جيت تقريبا دخلت المغرب دابا 13 عام، وجيت قعدت مع جامعات وقلت لهم هذه الرياضه هي المستقبل، قلت لهم هذه الرياضه هي المستقبل. علاش؟ لان هي اللي عندها دي سبونسور، عندها محتضنين كبار مستعدين يخلصوا عليها فلوس، كيديروا لها اشهار، يعني عرفت غيكون عندها مستقبل.
ما فهمونيش علاش كنهضر فاش يلاه دخلت المغرب. سبع سنين هذه ولا ثمان سنين بديت بغيت ناسس الجامعه ديالي او اللجنه الوطنيه، حاربوني بكل القوى ديالهم. انا ما عنديش مشكل، انا دائما كنامن بالله، اللي بغاها الله هي اللي غتكون، وانا دائما غادي في المسيره ديالي، وان شاء الله عما قريب الحلم ديالي غادي يتحقق وكل شيء غيتحقق. ما غاديش نهضر على مدينة اسفي، لان في اسفي انا الوحيد اللي كنمارسها، وانا دابا خدام على باش كنشهرها، وانا سنوات وانا مضارب عليها باش تشهر على الصعيد الوطني. وانما ان شاء الله ان شاء الله كيف ما كتعرفوا ان المغرب عنده واحد الماده الخام، يعني رقعه ارضيه ديال الشباب ديال الاطفال اللي مستعدين يمارسوا هذه الرياضه كاين كثيره. فاحنا النقص اللي عندنا وهو الى استطاعت الدوله او لا شركات تدخل لهذا الدومين وتحاول تسبونسوري الابطال وتسبونسوري الانشطه، انا متيقن بان المغاربه غادي يكونوا هم الابطال، هم اصحاب ميداليه الذهبيه على الصعيد العالمي. وكيف ما كنشوفوا دابا ان الابطال العالميين الكبار على الصعيد العالمي خاصه في موي تاي كيك بوكسين وحتى دابا في الام ام اي مغاربه، لكن للاسف كلهم تولدوا في هولندا ولا فرنسا ولا دول اوروبيه تعطاتهم الفرصه بالطريقه الصحيحه وهما كيعطوا النتائج. فحتى المغاربه الا عطيناهم فرصه بنفس المستوى انا متيقن غادي يكون عندنا ريكو وبدر هاري وجمال الصديقي. فانا كنحترم الناس ديال اسفي والشباب ديال اسفي لانه كيقدروا المجهودات ديالي وكيحترموني، غير هو كنحس بالظلم، كنظلموا الشباب ديالنا. فانا كيف ما كتشوف مثلا في الصور كاملها هادو بمجموعه ديال الشباب كلهم ابطال المغرب، عندنا مجموعه ديال الابطال اغلبيه ديالهم هاجروا لبرا، وكاين الاغلبيه عاوتاني اللي ما بانش لهم مستقبل قطعوا الرياضه. وزاره الشباب والرياضه ملي غتحاول تساعد الناس اللي باغي يخدموا، الناس المقاولين، الابطال اللي كانوا كيمارسوا على برا، المحترفين ودخلوا المغرب بغاو يخدموا بغاو يغيروا، خاصها تمد لهم يد المساعده، لكن للاسف ما كنلقاوش، كنلقاو محاربه. فاحنا بغينا تعطيهم يد المساعده، عندهم تجربه كيفاش يخدموا الاحتراف، عندهم تجربه كيفاش يتعاملوا مع الناس على برا، نقدموا ديكالا داخل المغرب وخارج ارض الوطن، هنا الشباب غيقدروا يبداوا يتخلصوا، المدربين غيبداوا يتخلصوا، غيقدروا يضمنوا المستقبل ديالهم الرياضه، وانا متيقن بان غادي يمشوا للنجوميه وغادي يكون ان شاء الله عندهم مستقبل.